طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بكل خير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. صوتكم الذي يصل عبر شاشه الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول ابرز الاحداث على الساحه العراقيه، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمه الواتساب. فاصل ونعود اليكم. الله يخليك جوانب طرق النعاد والدشداشه البيضاء. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. احنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نبدأ موضوع هذه الحلقة حول ما حدث لشرطي المرور يوم أمس، وانتشر المقطع وهو يتحدث عن ضربه من قبل عناصر مكافحة الشغب في ساحة الرصافي في العاصمة بغداد. خلونا نشوف بالبداية المقطع وكيف يتحدث وكيف الدماء تسيل من وجه هذا الشرطي، شرط المرور، ومن ثم نعود لنتحدث حول هذا الموضوع. وانا رجل مرور بالواجب وبالواجب اتعدوا علي من فوج الشغب اللي بساحة الرصافي والبلبق المركزي، اتدخلوا بشغلي وتهجموا علي وضربوني قدام المواطنين وقدام الشعب. اذا انا رجل دوله انهان وانضرب ورتب مالتي تتقطع والداس بالقنادر جواهم ويكسروا الخشم والمواطن الفقير، نشوف هاي حاله المنتسب. لعد المواطن شو يقول؟ المواطن شو يقول؟ يعني بالفعل اذا هو هذا حال منتسب الى الدوله، هذا حاله يضرب من قبل عناصر في الدوله كذلك، لأن ذولاك في مكافحة الشغب أو يعني ربما يأتون يعني عناصر حمايات مسؤولين. يعني شفنا أنه كيف هذا الشرطي ضاربين ضرب بحيث الدم طالع من خشمه. هذه ليست الحالة الأولى التي يتم استهداف بها شرطة المرور في بغداد وفي غير بغداد، خاصة في العاصمة بغداد. يعني كم مرة احنا نشوف مقاطع فيديو ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه حماية المسؤول الفلاني ضرب الشرطة المرور لأنه يعني ديمشي السير حسب النظام. نشوف مثلا حماية وزير، حماية مثلا برلماني، عناصر أمن، عناصر شرطة، مكافحة شغب، جيش إلى آخره. يعني هذا إذا دل على شيء، دل على أنه مقتنع عنصر الأمن والشرطة أنه ليس هناك دولة وليس هناك قانون يردع من ضرب شخص منتسب. هو نفس في نفس الوزارة، في تلقاه يعني إما في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. هذا يعني يدلل على أنه ربما أنه يجد هذا المنتسب بأنه لا يوجد في الشارع ما يمثل انسيابية وقانون الدولة المفترض يكون موجود، هاي إذا هي موجودة والقانون موجود. هو فقط شرط المرور ده ينظم السير، سيارات في تقاطع في شارع رئيسي، فالأخ تلقاه مثلا أنه معصب أو ضايج ما يريد يوقف ولا ثانية ولا خمس ثواني، ينزل وين يطلع ضيمة؟ شرط المرور. يعني هذه وضعية بلد يومية. احنا شايفين مقطع فيديو شرطة مرور مضروب. قبل يومين عرضنا التواصل .com واحد شرطي مصاب بأصبعه راح لمستشفى الحسين بالناصرية، طردوا قالوا والله ما عدنا أسره، مع العلم يقدرون يعالجوه في صالة الطوارئ، وذبوا فراشه بالشارع كثير. يعني حتى تجد مثلا عناصر في الحشيد أصيبوا ولم يتم يعني أخذهم إلى المستشفيات ولم يتم صرف لهم رواتب تقاعدية. هذا ينطبق على الشرطي وعلى الجيش، وما حدث في المرحلة الماضية عندما سيطر تنظيم داعش على المدن والدولة رفضت إرجاع آلاف مؤلفة من عناصر الجيش والشرطة. هذا إذا دل على شيء، دل على أنه الدولة التي تدعي أنها دولة والحكومة التي تدعي أنها حكومة لا وجود لها بالواقع، هي موجودة فقط من أجل تحصيل المكاسب ونهب الأموال واستشراء الفساد في الدوائر وغير الدوائر. كما أشرنا أنه أعزائي المشاهدين هذه ليست الحالة الأولى، وربما مع الأسف لن تكون الأخيرة.
في مسلسل الاعتداء على المنتسب وعلى الشرطي اللي أعلى منه شوية يعتدي على الأدنى منه، هذا حال المنتسب، فكيف هو حال المواطن؟ ودائما احنا نتحدث بأنه البلد اللي ادعوا أنه جت أمريكا بعد العام 2003 وأنه راح تطبق الحرية والديمقراطية، هالاسطوانة المشروخة اللي يوميا نسمعها كلها أكاذيب بأكاذيب، وهذا اللي نشوفه ونكتشفه يوم بعد آخر. خلونا نقرأ بعض التعليقات حول هذا الموضوع اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كثير من التعليقات. علي خزعل مثلا عسكر يعلق يقول هاي غير دولة اللي رجل المرور ينضرب أثناء الواجب، الله يساعد المواطن العادي، إلك الله يا عراق. آخر يقول عمي يا دولة، وهو محمد أبو حارث يقول عمي يا دولة يا قانون، ليش هو أكو قانون بالعراق؟ القانون يطبق برأس الفقير فقط. نعم، يقول أبو حسين النوري مقصودة وبإصرار التجاوز وإهانة رجل المرور بالذات حتى ينهون أي قيمة معنوية ويدمرون هيبة المرور في الشارع حتى تصبح فوضى الشارع مستباحة وطبيعية، مقصودة تخريب البلد ونشر الفوضى في الشارع كما قلنا، وكل ما هو راقي وحضاري مستهدف، وابتداء من التعليم والمناهج التي دمرت مستوى الطلاب، والمناهج الصعبة للابتدائية والمجال الصحي والخدمي المتردي، يقول مقصودة. يقول محمد الجنابي الاعتداء على موظف حكومي خطأ عظيم. نعم، منى الأوسي تقول هذا مستوى القانون، صار رجل المرور من الداخلية، هذا حالة الشعب الفقير، شلون إذن؟ لا قانون لا نظام، فوضى، هذا هدفهم حتى ما حد يحاسبهم على ما يفعلون بهالبلد. يقول ما يصفون ويرجعون للدول اللي دزتهم. أبو زينب من النجف معنا اتصال. أبو زينب تفضل. شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بيك. الله يسلمك، أنت شلونك؟ يعني هو بغض النظر عما حدث، يعني حتى لو كان لنفرض هذا الضابط يعني كان مخطئ، أولا هو يمثل الدولة، نعم، وثانيا هو بأثناء أداء الواجب الرسمي. أكو طرق أخرى، يعني ممكن أنه مثلا أسوق محكمة، مو أعاقب حسب القانون، بس مو أصرف هذا التصرف الهمجي. يعني حتى هسه صاروا شجعان، لعد لو بيهم حظ، ليش ما جاءوا ترامب زار عين الأسد، ها؟ نعم. وضرب الحكومة والرئاسات الثلاث بالقنذرة وعافهم وطلع، حتى ما بلغهم بعد إلى أي إهانة نوصل إحنا، هاي وحدة. نعم. ثم هسه بالنسبة لترفيع الرواتب، يعني احنا الان معلمين ومدرسين من دون الوزارات مانعين علينا الرواتب، يخافون، يقول لك خاف المعلم والمدرس ياخذ الراتب وبعد ما يجي راقد، شنو التفكير المريض هذا؟ زين، واحنا نترقب الراتب يوم بعد يوم. نعم. على كل الاحلى بلد، هم يقولون دولة قانون، احنا دولة لا قانون ودولة لا دولة، وهم دولة تمكنهم من عندنا، يعني مع الاسف الشعب مكنهم من عده، يعني وصلهم إلى حالة الهمجية، يعني يمكن حتى بعصور الهمجية المتخلفة ما كنت تصرفات. وشكرا جزيلا. نعم، أنا أشكرك أبو زينب من النجف. علي محمداوي علق يعني على أحدى الصفحات في الفيسبوك يقول هذا شيء وارد يوميا جاي يصير بالشارع، وأنا المتحدث صار وياي هواية، يقول حتى توصل الأمور إلى القاضي. عبد الزهرة البدير يقول الضعف بوزير الداخلية دائما انبطاح، يقول لأن ما يعرف إلها مو شغلته، بس المحاصصة خلتها وزير للداخلية. وما أريد نكمل طبعا، يعني تلفظ بكلمات. نعم، نقرأ بعض التعليقات حول هذا الموضوع. نعم، كثير من التعليقات سوف نأتي عليها تباعا. هناك رسائل على الواتساب
حول هذا الموضوع. يقول أخي عمر، الاعتداء على شرطي المرور من قبل عناصر الشغب حال تتؤثر بنفوسنا، عناصر تعتدي على شرطي المرور يقوم بواجبة، قد تكون هذه العناصر من حمايات الفاسدين أو غيرهم من إشاعات القانون، لا يوجد قانون يردع هؤلاء عن قيامهم بهذا الاعتداء على منتسبي شرطة المرور، ولا حتى هنالك حكومات تحاسب كل من يعتدي على منتسبي الشرطة التابعين للمرور. هذه ليست دولة ولا حكومة، لأنها تستحصل المكاسب والسرقات والسلب والنهب لخيرات البلد وواقعه منذ العام 2003 بداعي السيادة التي يبحثون عنها. يقول أي سيادة وأي دولة هم من الفاسدين، هم سارقين ناهبين، لأنهم دمروا الأجيال ومستقبلهم في التعليم والمعيشة وكثير من الأمور الأخرى. يقول لك الله يا عراق، من يقول نسأل الله الخلاص من هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران، يكون بالقضاء عليهم في الشوارع أمام أنظار الشعب أبنائه الأحرار الشرفاء الغيارة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. أنا أخوي عمر، شلونك يا أبا؟ حياك الله يا أهلا بك. يعني إحنا دائما نشوف هذا الاعتداء على، بالتحديد على شرطة المرور، يتكرر، يعني ربما كل شهر تمر هذه الحالة وما نشوف أي ردة فعل من قبل القضاء أو من قبل الحكومة لحفظ يعني هيبة رجل الدولة. شنو رأيك؟ أخي عمر، عندنا دولة إحنا عمر؟ نعم. أخويا ما عندنا دولة، عندنا عصابات منحطين سفلة لعفون للأصول ولا السياسة أصلاً. يعني هذا شرطة مرور بيأدي واجبة لم أذي أحد، يعني بيسوي نظام للبلد. هم دول كلهم مو عراقيين أخي، مو عراقيين. يعني هسه أنا البحث، والله جد بحث نفسي، اتصل عليكم وحصلكم. يعني يقول لك هذا هو محمود، يقول لك هذا المدفع العراقي مع الحرب إيران ومن اعتدى علينا. فشوف الإهانة للشعب العراقي دوما توصل بعد. يعني عراقي مهان بكل شيء، بحياته، بمشيته، بأكله، بشربه، بمرضه. فدولة مو عراقيين أخي عمر، دولة يتمون العراق، دولة مجموعة عصابات جاية تحتاج على دماء العراقيين. يعني هسه أنا أعطيك فكرة صغيرة، أقسم لك بالله هسه المرحلة الجاية، أنا تحليلي شخصي وكلام يعني مقتنع به. نعم. هاي أمريكا جد جابت جيوشها وبالعراق، وهاي هاي هدي على العراق، وفوقها يعني فوق هم فوق هم. فهالبلد هذا يعني ما أدري، يعني الناس يعني عقب الإهانات هاي أقرأ على رجال مرور، يعني رجل يخدم البشر. نعم. يتضربوه بأي حق، حتى ما يعتدي أبو المرور، ما يعتدي، يقول لك هذا الجوز جايرون سايد، الجوز قال له سوي له طريق من النار وإهانة. يعني هو بس قال إهانة، ترى كله مهان. نعم. يعني للناس اللي النازحين يرجعون للبيوت، بيته يا أخي وين ينام؟ بالشارع. الحقوق الناس، الرواتب مال المتقاعدين بدي يطوهم، يعني وما يتالف حصة تموينية ماكو. هاي مع شلون الإهانة تصير؟ يعني سواء بس المرور، هو العراق كله مهان، مهان من قبل إيران وزبائنهم وياهم حتى في العراق، هذول كلهم وياهم، لازم ينكسون من العراق. بس شو الفائدة؟ الشعب نايم، يعني البشر لازم يحس على نفسه، يابا واحد يهيني شلون اتحمل الإهانة؟ نعم. فمع الأسف، والله مع الأسف. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد. معنا اتصال محمد من البصرة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسلم. حياك الله. وإلى عامدين قناة الرابطين وإلى مشاهدين قناة الرابطين، حياك الله. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ نعم محمد، تسمعني محمد؟ انقطع الاتصال مع محمد. في التعليقات نقرأ، يقول أبو نور، يقول حسب ما نعرف مكافحة الشغب للناس المسيئين وليس لرجل الدولة، رجل المرور لازم يتم محاسبتهم. آخر يقول ليش أكو حكومة بالعراق؟ الحكومة الأصلية هي إيران، روح اشتكي يمهم، هم ذولا الحكومة. قتيبة الجراح يقول هذا لو من الميليشيات كلها تخاف منه بس لأن جاي يعيش في واجبه.
كاظم أبو زيد يقول والله أحسن إنسان من المنتسبين هو رجل المرور ويقول الباقي مافيات. محمد البدري يقول والله خلص الكلام بعش نحشي. أحمد بلاسم يقول من أمن العقاب أساء الأدب، لو يعرفون وزير الداخلية المحترم يعاقبهم ما سووا هيج، بس هي تايهة. نعم، معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بيك أستاذ عمر. أهلا وسهلا بيك، تحية لك وتحية للغناء، تحية الكادر الغناء، تحية للمتصلين والمستمعين، تحية للشعب العراقي كله. أهلا وسهلا بيك، الله يحفظك. بالنسبة للاعتداء على رجل الأمن المرور، هو العراق هو معتدى عليه من البصرة إلى زاخو، كله معتدى عليه. نعم. فعتب على العسكري، كيف يعمل عند دائرة لا حكومة لا وزير داخلية لا رئيس، كلهم عصابات إيران. فاللبناني يقتل بالعراقي، الميليشيات، أنا أقصد الميليشيات. نعم. الميليشيات الإيرانية تقتل بالشعب العراقي، والإيرانيين والكازقة يقتلون بالشعب، واللبنانيين يقتلون بالشعب. أي دولة لا يوجد دولة أصلا. فعندك مثل هذا الانماعات مثل قيس الخزعلي وهذه الأحذية، يأخذون مصافي العراق مثل مصافي البيض ويضربونها في الإيران. هذه دولة؟ هذه لا يوجد دولة ولا يوجد قانون. العتب على الشعب، لأنه شعب يعني شعب تاريخ ويعني عريق، يعني كيف يتحمل هذه الجراثيم على هذا البلد؟ وتحية لك. حياك الله، حياك الله أبو فيصل من السعودية. علي الشمري علق يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. السيد العراقي يقول إذا الدولة بيناتهم ماكو احترام، لعدوية المواطن الفقير شلون بالفعل. مصطفى يقول عمت عينكم، إي والله وين الدولة، والله ذولة خطية. عبد الله فيصل يقول دولة اقرأ عليها السلام. يقول حبيبي أنت في زمن الأحزاب والميليشيات. أبو عيسى يقول نتضامن مع القانون ولا نسمح ولا نقبل بمن يقوم بإهانة رجل الدولة، يعني إهانة للعراق. نعم. طه يقول قبل كان عندك هيبة يا المرور، حتى ضباط الجيش كانوا يخافون منك، هسه هيبتك ما يهتم بيها طفل مع الأسف. هو مع الأسف يعني الحكومات المتعاقبة أقحمت كل عناصر الدولة في العملية السياسية مالتها، في المحاصصة، في الطائفية، فهذا كله جعل أنه المرور وجعل الشرطي والجيش ما جاي يعني من سلك فعلي وبترتيب فعلي، لأن قانون أصلا ما موجود، حكومة محترمة غير موجودة حتى يتم مثلا احترامها من قبل الآخرين. فتجد بالفعل فوضى عارمة موجودة في شوارع العراق وفي دوائر العراق، كان في داخل العراق ولا في خارج العراق. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. أشكرك أخي عمر. أهلا وسهلا أخي عمر. طبعا نعيد ونكرر، يعني أمريكان وبريطانيا يعني يوم غزوا العراق، توني بلير وبوش كانوا يرسلون لهم برقيات تهاني بأن هناك أول عملية ديمقراطية حرة يجرى في العراق، وبدأوا الاحتفالات يعني أطيحت بالدكتاتور ويعني جلبوا الحرية للعراق. فهذا الضابط المرور يعني الآن مثل يعني هذا الشيء بسيط جدا، يعني ما نراه يعني هنا في بريطانيا أو في أمريكا، يعني شخص يرتكب أقل خطأ يحاسب حساب شديد، لكن يعني ما هو السر؟ لماذا جلبوا لنا هؤلاء؟ طبعا هم يعني الأمريكان وكان يعني هم يريدون فقط مثل ما يقول ترامب، يعني هم يريدون البترول، يعني يريدون خيرات العراق، وجلبوا هذا الفوضى الخلاق إلى العراق سببها حتى يعني يكون سهل السيطرة، يعني يسحبوا خيرات العراق. لكن إسلامنا يعني الموروث الإسلامي، يعني عندما تقرأ سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
كان عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه يقول القوي عندكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. فمن يأخذ حق هذا ضابط المرور؟ من يعني مرجعياتهم هم يعني المتتبع للأحداث السياسية يعني الساحة السياسية في العراق يعني يجد فوضى، فيجب أن يعني يأخذوا شرهم الصفويين، يأخذوا شرهم معهم إلى إيران. يعني الناس العتب على الناس الذين يمشون وراء هؤلاء المتخلفين، هؤلاء السراق، هؤلاء قطاع الطرق، فجلبوا كل هذا الفوضى إلى العراق. أبو عبد الله إذا تبقى ويانا فقط دقيقة، عندنا اتصال ناصر من بغداد. فضل ناصر. تفضل ناصر. أستاذ عمر، الموضوع أنه خصوص اعتداء قوات السوات على ضابط المرور، نعم، كان يفترض أنه وزير الداخلية أول من يتصدى لهذه الحالة، نعم، باعتباره أنه ولي أمر عسكري على هذا الرجل. وزير الداخلية مفروض هو اللي يطلب محاسبة قوات السوات، نعم، حتى أنه يشعر هذا الضابط اللي هو شاير رتبة عسكرية يعتدون عليه بنص الشارع. قوات السوات أستاذ عمر إذا تعرف أنه شلون تشكلت، نعم، قوات سوات تشكلت من اختيار أمريكي، نعم، وتدريب أمريكي وإطراف أمريكي، فهي تنفذ أوامر أمريكية، هي ما تنفذ أوامر عراقية ولا عندها روح وطنية عراقية على الإطلاق، مجرد موجودين بالشارع لتخويف الشعب. هذا الشرطي يأخذ 2.5 مليون والضابط يأخذ 3.5 مليون، فهو يدافع علي من على الأموال، مو يدافع على المبادئ. فحل قوات سوات، حلها وإلغائها أأمن لكل الشعب العراقي، لأن أمريكا اختارت العناصر الدخيلة، نعم، اللي تنفذ أوامر أمريكية ما تنفذ أوامر عراقية. أما يطلع قائد القوات أنه يتباهى أنه قواته مقاتلة، نعم مقاتلة، لكن روحها الوطنية وأخلاقها وين؟ إحنا نريد مقاتل يحمل أول شيء خلق حب، نعم، للوطن. اثنينهن ما عندهم أخي، اثنينهن أستاذ عمر، اثنينهن ما عندهم، نعم، هاي حالة موجودة بالشارع. فالقوات السوات تنفذ أوامر أمريكية حتى تقزز الشعب العراقي وتعتدي على الشعب العراقي بحجة أنه تحافظ على النظام وتريد نظام. الشرطة يأخذ 2.5 مليون، ومنظف البلدية اللي أنا أعرفه 200 ألف، هو من اللي يقدم خدمات؟ ذاك اللي يقتل العراقيين الأبرياء، لو هذا اللي يخدم العراقيين. فإحنا ما أعرف أنه شون هاي الحالة ضابط مرور، هسا ندعنا أنه ضابط المرور أكره أو أحبه، لكن بالقانون ما ممكن التجاوز عليه. وإذا كان عندنا وزير داخلية معترف به أو معين، فعليه أن يقيم دعوة ويقدم هؤلاء إلى القضاء. قوات سوات عبست ما عبست بالمناطق اللي سموا حررت، سميت بالتحرير، عبست ما عبست، عبست بممتلكات العالم، عبست على المواطنين، الآن عتها بالمئات بالسجون. فأنا هيك قوات ما أعتقد أنه تقدم خدمة لا للشعب ولا تقدم خدمة المعارف شخصية. المال مال الشعب هي استحوذت عليه، نعم، وتستخدم القوة ضد الشعب العراقي. فيا أستاذ عمر، حتى أفسح المجال الغيري، نعم، أنه مع الأسف أنه المواطن يقول قوات السوات تقدم خدمات أو ترعى الشعب، مستحيل والله العظيم، نعم، والله والله والله. هذا الفساد الإداري، إذا قوات السوات عده خل تطلع الفساد الإداري، خلي تجيب لنا وزير فاسد تقتاده، مو تجي على المواطن أبو البسطية لو تطلع على مكان معين، أو تطلع على واحد عنده جريمة بسيطة بإمكانها أنه تحل. لا، خل تقطع الفاسدي، وخصوصا الدوائر الفاسده اكو معروفه، الدوائر الفاسده الصحه، الدوائر الفاسده، نعم، مدير التقاعد، هذول، نعم، معلومين استاذ عمر، نعم، ليش ما تطلع على هذول تجيبهم للقضاء؟ وهوايه وزراء يعترفون انهم فاسدين فاحنا نريد قوات تدافع عن المواطن، مو قوات تعادي المواطن. وانا اشكرك استاذ عمر، شكرا جزيلا. أنا أشكرك. شكرا لقناتكم الكريم. اشكرك. أنا اشكرك ناصر من بغداد. كان معنا اتصال اخر، حسين من البصره. تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أنت ليش يعني تتعجب؟ يعني قابل هذه أول مرة تشوفها، نعم، مو حماية رئيس الوزراء من باقة وبنجزوية وقتلوا 8 شرطة ويتموا 8 عوائل، مو كان هو نائب رئيس الجمهورية؟ نعم، شنو سوى لهم؟ هذا من عراقيين هذا في زمن العبادي تقصد؟ زمن هو كان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، نعم، شنو سوالهم؟ من عراقيين بواجبهم قتلوهم؟ لا لا، الحماية وسرقوا البنك. حسين حماية عادل عبد المهدي وهسه رئيس وزراء، نعم، شنو يسوي للمعتدين؟ هذول الدمج
نعم. دمج ما يعرفون قانون، يعني إيمانهم مو للوطن. وش حد رئيس الوزراء يحاسبهم؟ يعني خاف من حسابهم الساندة. نعم. ومن إيران. يعرف نفسه ما يبقى على الكرسي يا أخي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أحد يقرب لك من ذول المنتسبين حسين؟ انقطع اتصال مع حسين من البصرة. قال هناك 8 من الشرطة تم قتلهم من قبل حماية عادل عبد المهدي عندما كان نائب رئيس الجمهورية. أبو عبد الله من لندن بعد معنا؟ نعم. أبو عبد الله تفضل بدقيقة. أنا أعتذر أطلت عليك. لا ولا يهمك. شوف أخي عمر، أخونا ناصر الآن من بغداد يعني قال قوات سوات يعني ينفذون أوامر أمريكية، وأنا هذا الذي كنت أقول يعني الفوضى الذي جلبها كلها سببها المصائب الأمريكان والصفويين الإيرانيين. نعم. يعني أخي هو يعني الأخ ناصر يقول وزير الداخلية يجب أن يعاقب هؤلاء، هو وزير الداخلية، من الذي عين وزير الداخلية؟ من الذي أيضا عين وزير الداخلية؟ وتحدث عن القضاة، والقضاة أيضا ماذا يعني الأحكام الذي يصدروها؟ أي أحكام؟ كلها أحكام يعني غير عادلة وغير منصفة. فيجب هؤلاء الذين يعتدون على ضابط المرور يجب أن يعاقبوا عقاب شديد، لكن من يعاقبهم؟ فيجب الشعب العراقي أن يعني يوحد الصفوف، أن التوعية، علشان يعني العراق يصل إلى بر الأمل، وإلا سيصير العراق يعني ينتهي. صدقني إذا يستمر هكذا الحال يعني نصير مثل هنود الحمر أخي عمار. نعم. مشكلة. شكرا لك. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. في تعليقات الفيسبوك حول الموضوع، موضوع الاعتداء على شرطي المرور، يقول حسين علي يقول لا تناشد رئيس الوزراء لأنه ملتهي بشيل الصبات كما يقول. عمر الخلف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول رائد دحام خليه يرجع رئيس الوزراء من البصرة ويصير خير، لأن هسه راح يصلح يعني كما يقول هو بطريقة تهكمية، صلح المجاري، هو يأخذ لك حقك. نعم. رسالة واتساب يقول السلام عليكم أخي عمر، يقول إيران هي الخصم والحكم، يقول أي دولة تسولف عنها، ويقول يا مجاهدي العراق يا ذئاب الليل لا تخلوا كلاب حزب الله كما يقول هو والمجوس يعبثون بالعراق كما فعلنا فيهم في الأحواز. أبو جعفر الأحوازي. اتصال محمد من البصرة. تفضل محمد. محمد تفضل تسمعني؟ حبيب الغالي جزيل الشكر رحمه الله والديك. تفضل. لا 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 هاي آخر مكالمة. نعم. أم عبد الله من بغداد ما افتهمت عليه. السلام عليكم. تفضل يا عبد الله من بغداد. السلام عليكم ورحمه وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله. حيا لحضرتك ولا قناتكم الشريفه ولا العراق الشريف. حياك الله. يا اهلا بك استاذ. احنا من نمشي بالشارع في بغداد نشوف على الشواطئ الكونكريتيه يكتبون احترم تحترم، يعني باعتبار انه ان النقاط الحره عفوا التفتيش والحكومه كلها هي محترم الشعب، والشعب لازم يحترمها اذا كان اكو هناك قانون. فالاعتيادي انه القانون فوق الجميع، يعني كل سواسيه امام القانون في حاله انه واحد يخرج عن القانون.
صار أنا كنت في منطقة المنصور وصارت حادثة من قبل ضابط مرور، قام بعملية صارت مشكلة مرورية ونزل المواطن من سيارته، كان مواطن محترم، من سيارته ونزل عليه ضرب وبوكسات. طبعا المواطن ما تحمل الإهانة، رسب الزعل هي الإهانة إلى الضابط. فالمشكلة هنا إذا إحنا ما نقوم بعملية ردع هاي الحالة، نعم. إذا هو شرطي مرور انضرب أو إذا ضابط يضرب، لازم القانون هنا يتدخل. فمن ضرب المواطن ضرب الضابط، كل المواطنين اللي كانوا موجودين في المنطقة وشافوا بالحادثة كلهم شهدوا إلى جانب المواطن. ليش؟ لأنه الضابط هو اللي اعتدى. أما بالنسبة إلى شرطي المرور، أستاذ هي إحنا عندنا دولة تحترم قانون؟ احنا اصلا الدولة مالتنا يعني مع الاعتدال للعراق هو السيادة رايحة منهوبة، لا كرامة للسيادة ولا كرامة للشعب ولا كرامة لموظفين الدولة. ترى هاي مال انه تصير على الهواء. شوف الانتقادات الكثيرة من الموظفين لسوء تصرف الدولة وإدارتها على ناس وناس، والله العظيم حتى إدارتهم طائفية ضد السنة، ويقومون بعملية إنه ينطون حق الشيعي مع الاعتدال الشيعي على الشرفاء وينقصون من حق السني. يعني هاي طبيعة الحكومة مالتنا. فإحنا يعني إحنا مثلا من يكون القانون يعني حتى لأنه هيبة الدولة، ترى من هيبة الرئيس الدولة من تكون رئيسها يخاف الله، كما كان سابقا في زمن الخلفاء أو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، العين بالعين والسن بالسن. يعني حتى كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو حتى إذا كان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، عندما يصير اعتداء يجب أن يأخذون حق المظلوم رأسا بدون انه تاخير. ليش؟ حتى يشعر ان المواطن انه اكو قانون، يعني لازم يحترم الجميع. ولازم احنا يراد لنا ثقافه، لان الثقافه انعدمت في العراق، لهذا اصبح القوي على الضعيف. ضعفر القانون، سلبت الحريات، يعني اكثر من حقوق المواطنين كلها راحت، طلعوهم بالشوارع وطلعوهم بالامطار وطلعوهم بهذا البرد وهذا الانجماد. ام عبد الله شو تفسرين؟ نعم. يعني شو تفسرين ظاهره مثلا يفوت ابو ميليشيات الحشد يهين الجيش والشرطه، يفوت ابو الشرطه مثلا او مكافحه الشغب او السوات يهين شرطه المرور، تفوت حمايه تهين شرطه المرور. هذه الإهانة المتعمدة بين أجهزة وزارة واحدة، ما راح نطلع خارج إطار وزارة الداخلية أو الدفاع، شو تفسريها يعني هاي؟ أستاذ إحنا يعني أصبح القانون عندنا أسطورة، يعني مو قانون. شوف دول العالم أجلكم الله، حتى الحيوان يوقف في نقطة العبور حتى ينفتح السير، حيوان شو معرفه هو هذا؟ فنشوف النظام، نشوف الترتيب في دول العالم. ليش العراق انه جتنا حكومه مبعثره ميليشيات؟ يعني هذه سياسه الاجنبي استاذ، يعني تسوى عمرنا من انه الاجنبي يختار بشوارع العراق. أشكرك عبد الله من بغداد كانت معنا. محمد من البصره يعاود الاتصال بنا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. نظرية اسمها ومن أمن العقاب أساء الأدب. نعم. ذولي نفسهم اللي اعتدوا على هذا الشرطي، نفسهم اعتدوا على المسافرين اللي يعبرون عن طريق الشرامشة إلى إيران، ومع الأسف العراقيين يقبلون هاي المهانة من ذول الفرس. ما خاف أحكي حكاية وهم عيب، يعني ما لأنه الناس تسمعني. هذول نفسهم هم اللي يقتدون على المتظاهرين، هم هذول نفسهم اللي يسرقون ودمروا البلد، وهم هذول جايين من اجل اهانه كل العراقيين صراحه، كل العراقيين. هذول ما جايين، هذول ما يعترفون لا بقانون ولا غير القانون ولا ايش. زين هذول يعني يا اخي هذول مثل يعني هذول همج، نعم هذول وحوش.
هذولي ما يعترفون بالإنسان ولا يعترفون بأي مواطن عراقي. هذولي شغلتهم شغلة همجية، ما يفهموا كلمة قانون وكذا. هذولي جايين من أجل السرقة، شوفوا الدليل على هذا، وصلت فيهم الحالة حتى يهنون العراقيين. بس للأسف يعني جماعتنا ما جاي، يعني هسه أنت مثل ما تهنون العراقيين، يا بنت سوونا هاي الوزارات مالتهم، هاي وزارة وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التربية. يعني انت تخيل صالح الفياض وزير الداخلية، شو راح يصير بينا احنا العراقيين؟ شو يصير بينا؟ زين؟ اذا هم يجيبون ناس غير كفوين، ناس غير كذا، ماكو قانون، بهالبلد تايه البلد، انتهين البلاد والعباد. استاذ عمر رحمه الوالديك. نعم. زين؟ استاذ عمر يا ريت، انا طبعا اريد اقول شغله، يا ريت تخصصون لنا حلقه على مود ما تسميه تنظيم الدوله الاسلاميه وتسميه الجمهوريه الاسلاميه، حتى نوضح للعراقيين ونقول لهم يا بشوفوا هاي التسميات هي وليده ايران، ترى هاي القاعده وداعش وما داعش كله هم جابوا لنا اياها هاي التسميات. حتى يا ريت يعني حتى اخواني المتصلين يدوني بهاي الفكره حتى نوضح للعالم، نخليهم على بينه. هي محمد كل من جاي ورافع رايه ويقول لك انا امثل الاسلام والواقع بخلاف ذلك. مالك القصاب يعلق على الفيسبوك يقول هاي غير دوله اللي رجل المرور ينضرب اثناء الواجب، الله يساعد المواطن العادي، لك الله يا عراق. نعم. رساله يقول فيها، يقول يعني بلال يقول يعني هم مكافحة الشغب ويسوون شغب، يقول والله مهزلة وما نعرف ايش نحكي، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة واتساب علي البرزاني يقول البرزنشي من الإمارات يقول الميليشيات تلفظ أنفاسها الأخيرة في العراق، فقد جاءتهم الأوامر بالخروج فبدأوا بالانتقام حسب المثل العامي، يا رايح كثر من الفضايح. أبو نور الحسن من بغداد يقول تحية لقناة الرافدين ولكادرها ومتابعيها المحترمين، يقول في ظل حكم حزب الدعوة والأحزاب البقية والميليشيات القذرة كما سماها هو، تم الاعتداء على الصحفي وتم الاعتداء على الطبيب وعلى المعلم وعلى المدرس وعلى رجل المرور الآن وعلى الأبرياء المدنيين المغيبين في السجون من شهور وسنين طويلة. فمن الممكن أن نعرف ما هو دور وزارة حقوق الإنسان وما هو دور لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وما حكم ذلك، كله تحت حكم الدستور، وأي دستور هذا الذي فصل على مقاسهم فقط. معنا اتصال أبو أحمد من البصرة، تفضل أبو أحمد. حبيبي السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. قناتكم الشريفة الناطقة باسم الشعب العراقي. أهلا وسهلا بك حبيبي. بالنسبة للضابط المرور هذا، لأنه الأحزاب فوق كل القيم. نعم. وقانون ماكو بالعراق، القانون حامي بس الأحزاب والميليشيات. فإحنا عندنا هنا ضابط هذا صار بالبغداد، هذا اللي تعور رتب مالته، أنا ما شفته والله حسب ما سمعت. نعم. انه ضاربيه ومحتدين عليه، لانه جاي يستهانون هم بالركب، لانه الاحزاب فوق كل شيء. نعم. وبالنسبه ان احنا هنا بالبصره قلت لهم هنا ضابط جندي شرطي مرور قطيع هناك كلوه خذوه وما اعطوه مصيره وين ما وين، يعني هاي مو جديده. الاحزاب فوق كل الامور يعني. وما يختلفون اصلا بالنظام، هم حتى الاشاره جاي يضربوها وين ما كان، يعني بكل المحافظات. إذا أجى السلع مال يعني الرفاق مال الأحزاب يقطعون السير كله، وظل العالم محتار بعمرها، مو جديدة على الشعب. شو تفسر أبو أحمد هذا عدم الانضباط من قبل عناصر الجيش والشرطة والاعتداء على عناصر أخرى في مؤسسات يعني تابعة لنفس الوزارة اللي هو يعمل فيها هذا المنتسب أو ذاك، شو تفسرها يعني؟ هل هو بسبب يعني المحاصصة والواسطات، وإجا هذا مثلا هذا قريبة فلان من الحزب الفلاني، هذا قرابة المسؤول الفلاني، وتعال صعد وصار ضابط دمج وقام يعني يفتري على الناس؟ نعم. ولهذا السبب هو شوف الإساءة زي تحدث هسه بالنسبة للشعب والجيش العراقي والشرطة، لأنه دولة كلهم رفاق أحزاب، من الأحزاب هاي الميليشيات ورفاقهم رتب، فما يعرفون الرتبة وما يحترمون الناس.
لهذا السبب تشوف يعني تلك الشرطة وتلك الجيش. نعم. وقال الوقت قالتهم هاي مع الأحزاب لأنه إنسان خريج ابتدائية أو صف خامس ابتدائي جاي في مدرسة مقدمة وعقيد. نعم. فهذا ما يحصل من رتبة ما تياس يعني. إحنا جاي نشوف يعني. نعم. جاي نشوف فهم الأحزاب وكل قيم عندهم. فما يحتكون لا بضابط ولا يحتكون بشعب ولا يحتكون بكل القوانين بارديها كلها. وماكو ترى حتى الشغل يعني التعيينات وهذا اعلان كذب هذا كله كذب والله العظيم هذه كلها اتراءات يقسمون على الشعب. فننتظر احنا الحل بس الله سبحانه وتعالى يسوي حل للناس هاي بس ماكو غيرها. ونعم بالله. أنا أشكرك أبو أحمد من البصرة كان معنا. رسالة واتساب يقول السلام عليكم، يقول الاعتداء الذي حدث هو بسبب غياب سلطة القانون، نحن نشكو من تطبيق القانون في العراق، يجب أن يفرض القانون على الجميع بدون استثناء من أكبر مسؤول بالدولة إلى أصغر مواطن. رسالة أخرى يقول فيها أبو حسام النعيمي يقول السلام عليكم، هؤلاء في قوات سوات لولا أن هناك من أعطاهم الصلاحية وضوء أخضر لما قاموا بالاعتداء على شرطي المرور أو أي موظف بالدولة أثناء الواجب، العراق لم يعد دولة، أصبح كالغابة. معنا اتصال أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر حياك الله يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. تحياتي لكم قناتكم الكريمة. أستاذ أهلا بيك، حياك الله، حيا الله أهل الديوانية، تفضل. طبعا يوم حلقتكم الأخير عزيزي اليوم على المرور اعتداء على المرور صحيح. أي نعم. كان جاء أشوف الحالات يعني هواي قاعد تتكرر يعني دوم بغداد في كل مكان. نعم. هو الاعتداء على المرور هو من قبلهم هم نفسيتهم ذول السياسيين هم نفسيتهم. نعم. حماياتهم أكثر من المرات يعني أشوف الحمايات يعني يجون يعتدون على رجل المرور بالشارع. لأن لا أنت أبو القانون جاي تخرج على القانون، كيف المواطن العادي يظل يلتزم هذا القانون؟ لا جاي يشوف هو المعلم الكبير الأب. نعم. ما تقول الأب. يشوفه جاي يسوي شيء، كيف هو يمارس الصحيح يعني؟ نعم. وانا شايف اكثر من مره جماعه عادل عبد المهدي وجماعه المالكي وجماعه سليم الجبور كلهم سياسيين، جماعتهم اللي جايين من حمايات يعتدون على رجل المرور بالشارع يطلقونه. نعم. وثاني شيء المرور ما له اي حق يخلينا بالشارع. يعني نعم. تجي سيارات رون سايد والله شنو هذا؟ هذا حج فلان. نعم. وياك استاذ عمر. وياك. تتذكر أبو محمد؟ نعم. العام الماضي لما الواحد من الصحفيين قال الرئيس الحكومة. نعم. السابق حيدر العبادي قال لحمايتك كسروا الكاميرا مالتي وأهانوني وجها لوجه. نعم. يعني شرد عليه رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي قال لا هذا الكلام غير صحيح و ماكو هيج وهذا. نعم. ربما صحيح. حدث خارج الجامعة. يعني تخيل هذا رئيس أعلى رئيس السلطة موجود في البلد ها ويكذب الصحفي مباشرة، ما قال لا سوف نفتح تحقيق وراح نشوف شو اللي صار، لا قبل كذبه. الحمايات تعتدي على ضباط الجيش يعني مو بس على المرور. نعم. يعني حتى مو بس المرور، ضابط حتى لو بمركز مدير مركز من يجي واحد صاحب منيشة صاحب مثلا سلطة محافظ رئيس يعتدي عليه. وانا صارت بي كنت لازم واجب احد الايام يعني لازم واجب اجتني عضو من أعضاء الديوانية. نعم. هي معروفة يعرفونها طبعاً أهل الديوانية. نعم. الملاية بالديوانية عضو. نعم. مجلس محافظة. فإحنا قاطعين طريق وياي ملازم أول حسنياً طبعاً الله يذكره بالخير. نعم. قاطعين وقاطعين الدرب إحنا وقالوا ممنوع تقول سيارات لأن هذا شلون تقول ناس يسوقوا هاي. أجت هي قالت تريد نعبر، قلت لها هذا أمر من قيادة عمليات وما تلفلات رصد. نعم. قلنا لها ما تقدرين، قالت يعني شلون ما عبور؟ قلنا لها هو هذا قانون ما يصير طبين أنت. نعم. هاي ناس جاي تسوق وهذا السوق ما يصير سيارة طبية. فسوت هي وحمايتها ضربت السيطرة البيئة احنا وضبط على الوادم. هاي شو وقت الحادثة ابو محمد؟ الملاية معروفة. شو وقت هاي الحادثة؟ هاي بال 2013 2012 صارت بالديوانية. نعم. صارت بيها واني جاي ملازم اول والله اعتدت علينا وضبط على السيطرة. زين شو اسمها الملاية؟ اللي يعرفونها الملاية. شو اسمها؟ تعرف اسمها؟ مجلس محافظة. تعرف اسمها؟ شيخ اسمها يسمونها الملاية يعرفونها أهل الديوانية. آه نعم. ووحدة جايبينها كانت ملاية وجابوها خلوها عضو مجلس وهم نفسيتهم ذول أعضاء مجلس محافظة الديوانية لقب الله اشتروا عقارات وأملاك بالديوانية ما يشتريها صدام حسين لا هو ولا ولده ولا ولد ولده. نعم. يعني كانوا يحسون على صدام
وصدام اشرف منهم ومن ابهاتهم ومن سادتهم يخلتهم اجابتهم انه يا مصطفى زين وبعدها عضو مجلس محافظه هي عضو مجلس محافظه يشهد الله بعدها ما زالت موجوده وضربت السيطره احنا بيها وطبت على الناس في قبل عندها سياره لاند كروز ميسيغوشن هاي شلون دكتوره وهي تسوق بسياره مو حمايتها وياها صاعدين بس هي تسوق يعني هاي انا قلت لك حاله صارت قدامي يجون للمستشفى نفسيتهم ذولا يحسدون عد اطباء هم نفسيتهم الاعضاء وزمرهم وياهم عندهم زمر عصابات واشتروا وشكوا معمل هسه البنى فلوس الوالد طلعت فلوس مستوى قام يبنون بها شركات معامل على طريق الديوانيه حمزه ويدرون اهل الديوانيه شاهد الله هم ذولا نفسيتهم عصابات ومنشات ويردون العراق جوعان ويردون ضابط المرور ضعيف ويردون المعلم ضعيف وجاي في الدول بالدوله وحتى اكو مدرسه ديوانيه مأجرين محلاتها التربيه مال الديوانيه مأجرتها مسوي محلات باب المدرسه ومأجرتها جايب لك مدرسه تصير محلات يدرون بها الديوانيه بالتحدي يشهد الله مدرسه اجروها هذا الفساد بعد ما ينتهي اخي انت جبتها على اعتداء على المرور لا محتدين علينا احنا وعلى المرور وعليها كلهم محتدين هم أنا أشكرك أبو محمد من الديوانية كان معنا رسالة على الواتساب من أبو شهم من بغداد يقول هذه المهزلة اللي تصير بالعراق هو أنه ما عندنا دولة فعلا لو أكو من يحاسبهم لهؤلاء العصابات من الأحزاب ما تشوف هذا الاستهتار فالدولة عبارة عن مسميات لأن رئيس الوزراء ما حد يحترمه وهو غير محترم لأنه هو وليد هذه الأحزاب والفساد وتابعين لإيران فلهذا السبب ما يحترمه يقول الحل بيد الشعب والشعب نايم مع الأسف أبو شهد من بغداد إذن أعزائي المشاهدين تحدثنا حول حادثة الاعتداء على شرطي المرور يوم أمس من قبل قوات مكافحة الشغب في العاصمة بغداد وهذه الحالة يعني أشرنا في بداية الحلقة تتكرر دائما الاعتداء على شرطة المرور وكذلك الاعتداء على الصحفي والاعتداء على المعلم والمدرس والموظف من قبل قوات تابعة إلى الحكومة وهذه الحادثة كما أشرنا ليست الأولى من أمن العقاب أساء الأدب بالفعل هذا هو الحال اللي موجود في العراق شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله